run. The capabilities of this shop set out here is pretty much everything that we can do back in Okinawa. In a regular shop, we can do out here with the tools that we brought out here with us. Most of the problems that we're experiencing out here have to do with the rain and the fact that everything is so wet and muddy. I would say in order to fix this engine, the total amount of men that's required would be about 3 to 4. In order to put the engine back into the Humvee, first you have to take it out of the crate that it comes in, which we use the wrecker here to lift it up, and then we set it into the engine bay and bolt it down. Coming to Korea with 12th Marines has been pretty interesting. It's been fun so far. Hopefully the weather will break and we'll get some good sunlight and dry everything up. Totally. بساتن رايحة جام كليا. عملنا كومبريشن تيست، أربع بساتن رايحين وأربع بساتن عم بيعطوا 90-85. وهي الهيد واضح إن الرايش هان، هذا الزيت هلا الكومبوننت كاملة للمحرك، الفالفات تبعت الهيد برضو، الفالفز رايحة، صدى مكيلها أكل، فالف رودز هذا مطعوج منتهي يعني جاير عليهم، المانيفولد لوكس فاين ما في مشاكل، المانيفولد بالاكزوست ريزر اوكي، هاي الهيد الترنيتر يعني سيرفيسبل ممكن يتسرفس. انجكترز، ديستريبيوشن كاب. هلا عشان ما نطول في الحكي، الستارتر طبعا رايح، الستارتر كان محاول فيه كتير بس أنى له أن يعمل. هذا البلوك شورت بلوك جي ام جنرال موتور والانجن فولفو بنتا 5.0. This block has gone totally. ريبيلد لا يصلح للريبيلد، تعمل لها اوفرهول للماكينة it's out of a question، لانه كلفة الريبيلد للبساتن بستون بستون كأنك بتشتري قاعد من سوق المفرق عشان تاخد اشي بالجملة، بدك تاخد محرك بالجملة من سوق المفرق، بستون بستون، سلندر سلندر، رود رود، أفرض جمع الكرانك شافت أكيد رايح كمان، ما في داعي نفوت أغمق من هيك ونعمل ستريبينج أكتر من هيك لأنه خلص منتهي المحرك. فبدنا هيد وبدنا الشورت بلوك. هلا الكومبوننتس اللي راح نستفيد منها احنا هان عندنا المانيفولد، عندنا الانجكترز والديستريبيوشن كاب.